في نوعين من أنواع الريليز الموجودة عندك في اللايف بوت. أول نوع هو الأوفلود ريليز، وده النوع الستاندرد. تاني نوع هو الأونلود ريليز، وده النوع اللي بنستعمله في حالة الطوارئ أو في الإمرجنسي. بالنسبة للأوفلود ريليز، هو ده اللي لما اللايف بوت يبقى في المية وما بيبقاش فيه أي نوع من اللود على الهوكس، وبتفتح الهوك عادي. بالنسبة للأونلود ريليز، ده لما اللايف بوت كله بيبقى فوق المية وبيبقى فيه اللود على الهوكس. الريليز سيستم هو ده اللي بينتهي بان انت بتستعمل الريليز هاندل، وهي دي اللي بتفتح لك الهوكس في الفورورد والافت، وده اللي هنتكلم فيه بالتفصيل. الريليز هاندل دي موجودة جنب الستيرينج ومتوصلة باتنين كنترول كيبلز، دول متخصصين للهوك، للونهم ازرق، ومتوصلة برضو بانترلوك وهيدروستاتيك يونت الموجودة في البوكس اللي قدامك. في الهيدروستاتيك يونت دي بقى ليه منها نوعين. اول نوع هو الدايركت سيستم. الدايركت سيستم ده بيعتمد مباشرة ضغط المية، بتطلع بيدخل المية بتعمل ضغط بترفع دراع الانترلوك. النوع التاني هو النوع الكهرباء او الالكتريكال تايب، وده الووتر بريشر بيدخل بيبعت اشارة للانترلوك وبيبقى عن طريق سولونويد وبريشر سيجنالز، وكل ده اجباري عليك بناء على معاهدة سولس. الاوفلود ريليز ده لما بيكون اللايف بوت كله في المية ومفيش اي لود على الريليز هوكس. لما تيجي تنزل اللايف بوت لازم تتأكد من الحاجات دي. اول حاجة هتبدأ تنزل وتتأكد ان مفيش اي حبال متشابكة مع الهوكس الفورورد والافت. بعد كده تتأكد ان اللايف بوت توتالي ووتربورن او على المية، وتتأكد بعد كده من المكنة بتاعتك. تدور المكنة والناس كلها قاعدة على الكراسي والوضع عندك تمام، وبعد كده تعمل ريليز، وهي دي الطريقة اللي احنا هنتكلم فيها ازاي هتعمل الريليز. في نوعين من الريليز. اول حاجة هتفتح السيفتي لوك ديفايس، هتعمله على وضع الفتح، وبعد كده هتشيل البن بتاع الريليز هاندل، وبعد كده هتعمل الريليز هاندل للفولي اوبند وتعمل ريليز للهوكس. تاني نوع ما بيبقاش فيه اصلا سيفتي لوك ديفايس، انت كل اللي عليك تشيل البن وتعمل للريليز هاندل اوبن، وهي دي فائدة الانترلوك. ان الهيدروستاتيك يونت لما بتعمل ضغط المية، ضغط المية بيقوم جاي رافع الدراع بتاع الانترلوك، وبناء عليه هو ده اللي بيخليك تقدر تحرك الدراع بتاع الريليز هاندل، وبكده مش هتبقى محتاج ان انت تعمل اونلود ريليز. دلوقتي بقى هنتكلم عن الاونلود ريليز. الاونلود ريليز ده زي ما قلنا ده للامرجنسي، بس مش امرجنسي الاباندنت شيب، ده الامرجنسي بتاعتها هي ان انت مش عارف تعمل ريليز للهوكس بناء على مشكله عندك في الهيدروستاتيك يونت، او الهوكس مش عايزه تفتح علشان انترلوك مش مرفوع للاخر زي ما قلنا في اللي قبل كده. وبكده هتعمل الاونلود ريليز، وهو ده اللي ودي الطريقه بتاعته. الاونلود ريليز ازاي تعمله؟ هتزود عليها خطوه واحده، هيبقى انت الانترلوك، هتقوم جاي رافع الدراع بتاع الانترلوك كان انت الميه اللي رفعته، وبعد كده هتحط السيفتي بين، والخطوه اللي بعدها الخطوات العاديه بتاعت الاوفلود. هتفتح هتعمل ريليز للسيفتي لوك، وبعد كده تشيل البن من الريليز هاندل وتبدا تنزل الدراع على وضع الاوبن. او النوع الثاني اللي انت هتقوم جاي عامل برضو ان انت الانترلوك، هتقوم جاي عامل الدراع بتاع الانترلوك كان انت الميه، وبعد كده تعمل الريليز هاندل. بعد كده بقى خالص تعمل تشيل البنتر ريليز بتاعك او البنتر لاين بتاعك، تعمل ريليز وتتوكل على الله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، واشوفكوا الفيديو الجاي. مصطفى عبد العزيز.